رحمة لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. هذه الفقرة الأولى من برنامجنا لليوم رح بتكون مخصصة فعلا للمستمعات والخطوة الأولى ناحية إن كان عملية تجميل أو تقنية تجميل، مثل ما صححتي لي دكتورة جيهان. أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير. صباح النور. كنا عم نحكي برا وعم بقولك عمليات التجميل، أي ست بدها تروح تتجه لعملية تجميل، قلتي لي في فرق بين التقنية والعملية. العملية اللي يدخل فيها القطع الجراحي، والتقنية اللي تكون مثل ما نحن نقدمها، يعني طبعا نحن نقدم قطع جراحي، عمليات وتقنيات. نعم. طيب دكتورة، يمكن قلت للمستمعين شغلة كتير مهمة. بكتير من الأحيان الست فجأة بتلاقي هالعمر مرق وهي يمكن منا منتبهة، وفجأة بتطلع بتلاقي إنه بلش الإرهاق يبين على وجهها، ربما بلش التهدل نوعا ما يبين. في سيدات ما شاء الله من هن وصغار عندهم، بيعرفوا كل عيادات التجميل وين موجودين، أطباء التجميل بيقروا بيتابعوا بي وإلى آخره. وفي سيدات لا، لأول مرة بدها تتجه لدكتور التجميل أو لعيادة التجميل. عادة شو النصيحة اللي ممكن تتقدم لهيك سيدات؟ من وين فيهن يبدو؟ كيف شو هي نقطة الانطلاقة للاهتمام الفعلي بشكل السيدة طبيا إذا فينا نقول؟ هو في الحقيقة نقطة الانطلاقة بالنسبة لي من نظرتي كطبيبة تكون دائما مش نتيجة صديقة أو جارة أو أخت أو قريبة عملت تقنية فأنا لازم copy paste، إنه أنا لازم أعمل هذا الشيء. لازم يكون في حافز، لازم يكون في سبب، لازم يكون في مشكلة. هذه في إذا فعلا في سبب يدعو إلى التقنيات اللي هي الأوبر أو الليزر أو الأمور الثانية. إذا السيدة فكرت في الوقاية حتى ما نوصل إلى مرحلة نحتاج فيها التقنيات أو العمليات، في وقت لاحق ممكن نبلش في اللي هي مثل ما طرقنا إلى ماسكات أو إلى العناية بالبشرة، استخدام واقي الشمس وأمور تكون تشابهها. وفي النهاية أنا أنظر لها الاطلاع على تقنية التجميل ووقاية من الشيخوخة والوقاية من العمر وعمليات التجميل، فهي ثقافة حديثة، ثقافة يجب أي امرأة أو أي رجل التعرف عليها والخوض فيها لاختيار المكان الصحيح. نعم. طيب عم بتقولي إنها ثقافة، هيدي الثقافة كيف بدها تبلش؟ هل أنا بدي روح فتش على اسم مستشفى؟ بتعرفي في حتى مستشفيات كتير بيستغلوا الدعاية لإلهم، بيكونوا شاطرين جدا في الدعاية وأثبتت التجارب أسماء كتير مهمة، بيكونوا شاطرين وبيكونوا موجودين بالإعلام وبيكونوا ولكن بالنهاية فعليا ما بيكونش مستوى العمل على مستوى الاسم. هل لازم نتجه نحن نطلب هذه الثقافة أو نطلب المعلومة أو نعرف وين المشكلة عنا من دكتور مختص، أو بدنا نكون عارفين وين المشكلة ونتجه تقريبا للدكتور نحن فاهمين بالضبط وين بدنا نروح؟ كل دكتور له طريقة معينة في التشخيص قبل العلاج. التشخيص جدا مهم حتى لو كانت مشكلة متعلقة بالجمال. قبل ما يدخل الدكتور في التشخيص، أنا أتكلم شخصيا عن نفسي، لما يكون في عندي استشارة، طبعا اليوم عندنا استشارة على الهواء ونتكلم بصورة عامة، ولكن لما أكون في العيادة مع كل شخص بخصوصية تامة، المفروض الدكتور ما يتدخل ويحدد المشكلة قبل ما يسمع المشكلة من الشخص نفسه. وين المشكلة؟ أين المشكلة؟ لو تخيلنا، خلينا يكون عندنا قابلية للتخيل وإحنا على الهواء، إنه لو نأخذ الوجه ونقسمه إلى 9 أقسام. الأقسام هذه تكون خط تحت الخط عرضي في الوجه تحت الجزء السفلي من العيون، السفلي من العيون، وخط آخر فوق الشفة العليا،
بعدين خط طولي ما بين نص العين ينزل لتحت للخد والرقبة على الجهتين. بالحالة هذه كم صار عندي أنا؟ 9 أقسام، 3 أقسام أعلى بالنص وبالأسفل. نعم. ومن ثم أنظر لكل جهة أو لكل مساحة موجودة، وين المشكلة؟ هل هي في المنطقة العليا من الجفون؟ هل هو في ترهل؟ هل هو في اسوداد؟ هل في تجاعيد تحت العين؟ هل في تجاعيد عرضية في منطقة الجبين؟ هل الترهل في الخدود؟ هل الترهل في خط الفك؟ نعم. أو في الرقبة؟ نعم. أو عدم وجود فك أحيانا؟ هذه تكون أحيانا مشكلة كبيرة. نعم. أن يكون الشخص مش عارفها. أنا كطبيبة أسمع من الشخص نفسه، وين اللي زعج السيدة؟ وين اللي زعج الرجل؟ نعم. ومن ثم أحكم كيف العلاج. إذن المشكلة في عين الشخص نفسه، وين مشكلته؟ وين يراها؟ كيف تصحى الصبح؟ وين تلاقي المشكلة؟ كيف تنام في الليل؟ لما تضع الميك اب وين يكون؟ وين الخطوط تكون موجودة أكثر؟ نعم. ومن ثم أحكم، لأنه أنا كطبيبة لا أستطيع زرع المشكلة في مخ الشخص نفسه. أنت عندك هالمشكلة، حتصير الشخص يفكر في المشكلة طول اليوم وقد يكون غايبة عن مخه. نعم. إذن التشخيص، الاستشارة الصحيحة تبدأ من الشخص وليس من الطبيب. يعني لازم يبلش بالشيء اللي هو زعجه، أو تبلش السيدي شو عم يزعجها يعني. نعم. تتجه إلى المختصة. طب بهيك حالي أنت إذا فينا نسميها الزبونة أجت وحاسة بهالمشكلة أنت ما شفتيها، تكون هي شايفتها، لازم ندرس مع بعض ليش هي شايفة المشكلة. نعم. كيف شافت المشكلة؟ إلى أي مدى زعجتها المشكلة؟ أنا إذا قنعتني أنه فعلا في مشكلة، نعم، ممكن أنا أحاول أني أصلح لها المشكلة بطريقة نسبية إذا كانت فعلا موجودة. في حالة عدم وجود المشكلة وأنا ما اقتنعت فيها، بالحالة هذه بالحالة هذه أنا أضطر أني أقنعها أنه ما في مشكلة. إذا ما نحل الموضوع، أو نحل الموضوع بطرق أخرى، بطرق أنه نحاول نتقبل أنه ما في مشكلة، وبالحالة هذه ممكن نتقبلها وما تحلها وما في أي مشكلة ثانية. في حالات وصلوكي حسيتي أنه قلتي لهم أنه ما في مشكلة وما بيقتنعوا؟ في حالات، في ناس تقتنع وفي ناس ما تقتنع. في ناس مع الأسف الشديد تذهب إلى أطباء آخرين لإيجاد حلول وتنتهي بمشاكل، يعني ممكن ترجع وهي نادمة إنها اتجهت إلى هذا العلاج وهي ليست بحاجة إلى هذا العلاج. طبعا الحالة المهنية بالنسبة لي أنا في العيادة تدرس أيضا، أين يعمل الشخص هذا؟ أحيانا في ناس هم فعلا بحاجة إلى تقنيات مثل الحقن أو مثل البوتوكس، ولكن وجودهم في مهنة أو في عمل قد يكون مش من صالحهم، مثل نجوم الشاشة أحيانا. الشاشة كيف يعني؟ نجوم الشاشة عادة أنت عارفة الشاشة ممكن تزيد 7 كيلو. نعم. ممكن يكون الوجه أكبر، ممكن يكون أحيانا أنواع الكاميرات أو أنواع الشاشات أو أنواع الإضاءة مختلفة من عمل إلى عمل أو من سينما إلى مسلسل. يمكن الناس غايبة عنهم هالأشياء، بس إحنا نواجهها وأصبحنا متعمقين فيها لحل المشكلة. في الحالة هذه ننصح نجوم الشاشة بغض النظر مين هم، يعني مهما كان إعلاميين، ممثلين، مطربين ونجوم آخرين أيضا لهم ظهور إعلامي، بعدم الخضوع لهذه التقنيات لأنه ممكن تطلع غير جميلة على الشاشة. فنقول لهم ضحوا في وإن كنتم بحاجة إلى هذا الشيء، بس أنه ضحوا في الواقع لأنه ممكن هذا يأثر على العمل المهني، لأنه بيبان أبرز على الشاشة، أبرز وأحيانا يخفي حركة العضلات يعني. نعم. ممكن. ويمكن هوني وهيدي نقطة مهمة لكل مستمع عم تسمعنا، يعني قديش النجوم ومشهورين وعارفين وبيسألوا وبيخافوا كتير على منظرهم العام، في بعض الأحيان بيوقعوا بين إيدين أطباء ما بيكونوا أمناء أو ما بيكونوا عارفين يمكن هذه النقطة، وهيدا اللي بخلينا يمكن نشوف ناس مشهورين بيطلعوا على الشاشة فجأة بتقولي طب معقول هالقد ربما عاملين فيلر أو عاملين شيء مبين، ربما على الطبيعة ما بيبين هالقد ولكن مبين على الشاشة، ولكن إنه وقعوا بين إيدين شخص مش ما حسب حساب دور الشاشة أو دور المهنة أو دور المهنة. طبعا أكيد، وحاجة الفنان للتعبير، لأنه عارفة خاصة الممثل
ما نسميها الأسارير، اللي هي الطريق الخطوط التعبير أو العضلات المحركة، اللي هي تنتج عن تأدية الدور الفني حسب الدور شو هو. يصبح من الصعب جدا إنه يؤدي. ومثل ما ذكرتي، في فنانين خضعوا لتقنيات، قد نسميها تقنيات وعمليات أحيانا أثرت على أدائهم الفني. ولكن هناك البعض أيضا، تكلمنا تحت الهواء في هالموضوع، من رفض الخضوع لهذا التقنيات، خضع لأبسط شيء، رفض يخضع للبوتوكس أو للفيلرز عشان ما يأثر على أداءها المهني. نعم.